أثابكم الله. هذا سائل يقول: نرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، تريد بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم. ليش تسأل؟ وضحهم الرسول، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم فوضحهم. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تركوا المحرم وهو التطير، وتركوا المكروه وهو الرقية وسؤال الناس، على مكروه. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن تركوا المكروه وهو سؤال الناس الرقية والكي. الكي أيضا مكروه إلا عند الحاجة إليه تزول الكراهة. قلت لكم قبل إن الكراهة تزول عند الحاجة، والحرام يزول عند الضرورة، ولا لا؟ نعم، هذه قاعدة عند أهل العلم. الكراهة تزول عند الحاجة، والحرام التحريم يزول عند الضرورة. نعم.